البنك المركزي الأوكراني أعلن زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.5% في محاولة لتجنب الانهيار المالي الذي بات أقرب من أي وقت مضى. ومع انخفاض العملة الهرفنية بسرعة واحتياطيات النقد الأجنبي عند 7.5 مليار دولار العام الماضي، والتي تكفي بالكاد لتغطية 5 أسابيع من الواردات، لا يتوفر أمام البنك المركزي الكثير من الخيارات لإعادة إحياء الاقتصاد الذي يقف عند حافة الإفلاس. سعر الفائدة الرئيسي رفع من 14% ليصبح نافذ المفعول اعتبارا من يوم الجمعة.